اذا هنايا بمدينه موسكو تلاقينا شبان مغاربه اللي هما تيشتغلوا حكام بالديار الفرنسيه، يهضروا لنا على الحالات التحكيميه ديال يوم امس واضافه الى تقنيه الفيديو. معنا رضوان، شكرا. قدم لنا نفسك. انا رضوان، دونك من مواليد مدينه وجده، مقيم في مدينه باريس. دونك فوالا شوي اربيتر في لا ليغ دو لا ريجيون باريزيان. الوغ بالنسبه لايير الاربيتر الحكم الامريكي كما كشفتوا هناك بعض الحالات اللي خلقوا شويه تاع الضجه في المغرب، سورتو لي دو بينالتي وكيلكو فوت اللي كانوا تما. كما شفتوا كانت تقنيه الفار اللي هي جديده، اول كوب دي موند كنستعملوا هذه. دونك انا كنشوف سي نورمال كيكونوا اخطاء ما بين الحكام تاع الفار وحكام الساحه. دونك جو بونس كو هاد لا كوب دي موند منها غادي تتعلم الفيفا باش تزيد تحسن لا غولاسيون ولا كومونيكاسيون اونتر هاد الجوج. وكما كشفتوا الحكم ما علنش على جوج بينالتي كما كتقولوا، ما عندناش جوج بيناتيات. دونك هاد لا ديسيزيون راها بارطاجي اونتر لي زاربيتر نتاع الفار ولي زاربيتر نتاع الساحه. لحقاش كتكون واحد الحاله اللي كتكون شويه يعني قاسحه. نورمالمون لاربيتر سونترال كيهضر في المايك مع الحكام اللي كاينين في الفار، كيقول لهم فوالا عاونوني شوفوا معايا واش خطات ولا لا. الا ما كانش هناك رد نتاع الحكام نتاع الفار سي كو il a pris la bonne décision. Donc, si je conclue tout ça, le hakam نتاع الساحه والحكم نتاع لي فار ils sont tous d'accord في هذا الاربيتراج نتاع اللي كان اياه. فوالا هذا الشيء اللي نقدر نقول لكم. امين، انت واش بالنسبه لك، انت كتزاول المهنه ديال الحكم بالديار الفرنسيه، واش بالنسبه لك الحكم غلط البارح؟ هو اللي نقدروا نقولوا ملي كيدخلوا بزاف الناس في التحكيم، ديجا واحد الا كان بوحده راه صعيب. ملي كيدخلوا ثلاثه الحكام الاربعه اللي كاين في الفار، اللي واحد مكلف بالرجوع، واحد مكلف بينالتي، واحد مكلف بحاجات اخرين ما عرفتهمش الصراحه، كت ديسيجن كتولي صعيبه. البارح تبين ان هذه التقنيه باقا خاصها تطور، والماتش ديال المغرب غيكون من الامثله اللي غيتخادوا من الفيفا باش غيتقرر التطوير ديال هذه التقنيه. حيت شفنا في الماتش ديال فرنسا الاول غريزمان الضربه كانت صغيره اللي الحكم ما شافهاش، وكنظن ان كان اتصال بين الفار والحكم اللي خلاه يرجع. لان يعني شفنا من بعد دقيقه خرجت البالون اون توش، عاد رجع هو شاف الكاميرا. هذاك الشيء اللي طالبوا به اللعب البارح، ولاحظنا حتى كريستيانو كانت واحد الضربه صغيره مع امرابط اللي طالب منها الفار، كان بامكانه ياخذ صفره فيها وتكون ضده. اذا الحكم يمكن بالنسبه لي ان تكون القناعه الشخصيه ديالو ان الفار بالنسبه لي شيء هذاك ما صالحش، باقي خصو يتطور ويتكتبوا لي ريغل ديال فوقاش خص الحكم يرجع، وشكون هو المسؤول الكبير في هذا الشيء. واش الا كان هذاك السيد اللي في الفار جالس عنده التقنيه ديال لي بينالتي ومتكلف بلي بينالتي، خصو ياخذ 100% ديال لي بينالتي، خصو تكون مكتوبه، ما تبقاش هذا الشيء فيه الفلو. اذا اما يطبقوها ومكتوبه القواعد ديالها، اما يحيدوها تماما باش ما يبقاش هذا الفلو هذا. كنقولوا حنا المغرب تظلم وبلدان كبيره بحال فرنسا ساعدات هذه القضيه. اذا هذا الشيء مزيان، نتمناو يكون في صالح المغرب في المستقبل ان شاء الله. كما شفتوا ميم لي جوغ في ماروكان ما كانوش فاهمين التقنيه تاع الفار، ما كانوش فاهمينها. دونك سا فو دير كو يا فريمون كاين واحد المشكل تاع دو كومونيكاسيون انت فيفا ولي جوغ. دونك حتى لي جوغ ما فاهمينش هاد التقنيه كي دايره. دونك عاد فين غنشوفوا الجمهور اللي ما عارف اوكين انفورماسيون سور سا. نعم، واوسي اللي بغيت نقول لكم بعد الطرائف نتاع هاد الحكام، هو راه نفس الحكم اللي كان عندنا في المباراه، هو اللي دار اليوم عاد قبيله الماتش نتاع الدنمارك ودنمارك واستراليا اللي كان في الفار، وهو اللي اعلن على البينالتي. دونك معليش ليسونسيال حنا مع المغرب، ديما مغرب ان شاء الله، ونتمناو ان شاء الله المستقبل يكون احسن من هذا العام وديما مغرب. هذا الشيء اللي نقول لك. شكرا، ميرسي.